السلام عليكم حليلوتي، نختار لكم شي ورائعة جدا اللي هي الشعرية بالدجاج، سهلة ولذيذة. قبل من ذلك ما تنسوش تشتركوا في القناة، تضغطوا على الجرس الموجود اسفل الفيديو، ابوني سبسكرايب اشتراك ضروري، ما تضغطوا على الجرس الموجود بجانبي، ثم وضع علامة في المربع والضغط على حفظ وتأكدوا ان الجرس تغير واصبح بهذا الشكل. بما ان الطريقة والمكونات بسيطة ان شاء الله غنستعرضوا الطريقة والمقادير في نفس الوقت على نار متوسطه. غادي نوضعوا طنجره الضغط او كوكوت، نضيف لها القليل من زيت المائده، ويمكن السيده تخلط ما بين زيت المائده وزيت الزيتون، وعندنا بصله مشلضه، جوج غليظات ديال الثومه، وطماطم متوسطه مقطعه مربعات. مبدئيا غادي نضيفوا البصل فقط، نشحروا حتى يسخف لينا. كيف ما تنعرفوا الا ضفنا الطماطم، الطماطم كتطلق الماء وما تتخليش البصل يتقلى بشكل جيد، ضروري ما نقليو البصيله هي الاولى والتويمه. ثم تنضيفوا الثومه مع القليل من القزبر والمعدنوس، ونخليو القليل من القزبر والمعدنوس للتزيين. تنقليو الطماطم كذلك مع البصل حتى تذبل لينا. نضيف افخاذ الدجاج، بالنسبه لي غادي نستعمل الفخيطات لانهم كيطيبوا في وقت واحد. بالنسبه للسيده اللي بغات تعمل الصدور او الفخوذه يمكن ليها. وبالنسبه لطريقتي في غسل الدجاج ووصول للذ حتى العظام وزوال الزفوره اللي كنشف بها جميع انواع الدواجن، غنوضع لكم طريقتي اسفل الفيديو في صندوق الوصف. نتبلو الدجاج اللي عندنا، غنضيفو الفلفل الاسود او الابزار، ملح، طعام، نضيف الزنجبيل بودرة أو سكينجبير، كركم أو الخرقوم عرق، فلفل احمر او تحميره. نشحروا هذه المكونات بشكل جيد، ثم تنمرق عليها بكأسان من الماء الغليان. دائما نمرق بالماء الغليان لان هذاك الشوك اللي عملنا الماء بارد، الشوك اللي تيحصل اللحم او الدجاج مع اللي كيكون سخون وكنضيفوا له الماء بارد هو اللي كيرد المرق تيجي باسل. ضروري ما نمرقوا بالماء سخون، تنغلقوا عليها وتنتظروا حتى يطيب لينا الدجاج ديالنا. من بعد ذلك مباشره تنزولوا وتنوضعوه في صحن، ويمكن السيده تهنوا بسمينه او بتحميره او باي خلطه حبات وتدخلوا تحمروا في الفرن، ويمكن لها تحتفظ به هكذاك. نضيف مركز طماطم او مطيشه الحك الى المرق، ثم نضيفوا الشعريه اللي تنعملوا في الحريره العاديه، تنضيفوها بالتدريج ونغطوا البان، نوضعوها في الدقائق الاخيره لان تنعرفوها ما تستحملش الطياب، ونراقبوها بالتحريك باش ما تعجلناش. نخليوها حتى تشرب هذاك المرق وتنضج، ومن بعد ذلك مباشره تنقدموها وتنوضعوا فوق منها قطع الدجاج. يمكن نزينوها بالقزبر والمعدنوس او اي طريقه حبات السيده. طبق اقتصادي ولذيذ، كنتمنى ينال اعجابكم. ما تنساوش تشتركوا في القناه وتضغطوا على الجرس الموجود اسفل الفيديو، ابوني سبسكرايب اشتراك ضروري، ما تفعلوا الجرس الذي بجانبيه. كنشكركم.